فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أثناء الرقية إذا تحدث الجني فهل لي أن أسأله عن السحر ومن وضعه؟ عن إيش؟ عن السحر ومن وضعه. لا تسأله عن المغيبات، عن السحر، قل له اتق الله واخرج من هذا الإنسان واتق الله ولا تعتدي على المسلمين، انصحه. أما أنك تسأله عن أشياء يخبرك بهذا ما يجوز. نعم. هذا من الاستعانة بالجن. نعم.